تحية طيبة مشاهدي الكرام. ألا يعتبر سلاح الجو درة تاج الجيش الإسرائيلي؟ ألم تتمرغ هيبة إسرائيل الجوية بالتراب بفعل الصواريخ السورية التي حطمت أسطورة الطيران الإسرائيلي؟ لكن في المقابل، أليست فرحة النظام السوري وحلفائه بإسقاط طائرة إسرائيلية بعد أكثر من 30 عاما من الاحتفاظ بحق الرد كفرحة مشلول تمكن من تحريك أصابعه للحظات؟ ألم يسقط الجيش السوري عشرات الطائرات الإسرائيلية في حرب تشرين؟ لكن إسرائيل وصلت إلى مشارف دمشق، ما فائدة أن تسقط طائرة فتدمر لك إسرائيل نصف دفاعاتك الجوية بلحظات؟ أسئلة أطرحها عبر الأقمار الصناعية من تل أبيب على أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وعبر الأقمار الصناعية من مدريد على الضابط السوري صلاح قراطة. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أقول أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية F-16 أكثر من مجرد حدث عادي، لقد قلب قواعد اللعبة، لقد غير قواعد الاشتباك، يمكن أن يعتبر تجديد لمعادلات الصراع في المنطقة. جميل جدا، كويس جدا. سيد أدرعي، سمعت هذا الكلام، يعني أنتم الآن في حيص بيص بصراحة، يعني هيبة القدرة الجوية الإسرائيلية أو هيبة الجيش الإسرائيلي بشكل عام أصبحت على المحك بعد هذا الحادث، كيف ترد؟ نعم دكتور فيصل، أولا بالفعل لو قرأنا صحيفة تشرين وعنوان صحيفة تشرين المضحك يوم بعد هذا الحادثة لرأينا بالفعل ما يقوله الأستاذ من إسبانيا، لعل الأستاذ من إسبانيا يعيش في إسبانيا ولذلك لا يسمع أصوات التفوق الجوي الإسرائيلي المستمر قبل وبعد هذه الحادثة. فأنا أعتقد أنه لو تواصل مع أصدقائه وأقرابه في دمشق وسألهم هل يسمعون أسبوعيا التفوق الجوي الإسرائيلي لأجابه بشكل إيجابي، وأنا أعتقد أن الرسالة والتفوق الجوي الإسرائيلي قبل وبعد هذه الحادثة مسموع وواضح والراسخ أيضا في دمشق، وهذا هو الأهم وليس بإسبانيا. لو قرأنا بالفعل عناوين صحيفة تشرين المضحكة فرأينا أن العرب أو السوريين على وجه الخصوص يعتمدون دائما على الأقوال، بينما الفرق بيننا وبينهم أننا نعتمد على الأفعال وليس على تصريحات فقط. نحن نصرح، وأنا متأكد أنه لولا الاعتراف الإسرائيلي بأنه بالفعل سقطت مقاتلة من F-16 في هذه الحادثة، والنظام السوري لو أعلن ذلك بنفسه لم يكن واحد في العالم العربي كان يصدقه. أنت عملت أستاذ فيصل استطلاعا على موقعك في الفيسبوك وطرحت سؤال، هل تصدقون الإيرانيين والسوريين أم تصدقون إسرائيل؟ ورواية الأغلبية كان أننا نصدق الإسرائيليين وليس السوريين، لأننا كنا تعودنا على تصريحاتهم وشعاراتهم الواحدة طول الأخرى. هذه الخارطة أنا وجدتها على الإنترنت، خارطة قيل إنها للغارات التي نصبت إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة. لو كان 50% مما يقال ويشاع ويبث، 50% من هذه التقارير الأجنبية الإعلامية سواء كانت سورية أو غيرها، لو كان 50% منها صحيحا فأنا أعتقد أن هذا يدع التفوق الجوي والمهني والأخلاق الإسرائيلي فوق أي اعتبار آخر، ومن يجب عليه أن يعرف ذلك فهو يعرفه. وكما قلت لعل الأستاذ من إسبانيا لا يعرف ذلك لأنه يعيش خارج سوريا، ولكن في نهاية المطاف من يجب عليه أن يعرف ما هو مدى التفوق الإسرائيلي فهو يعلمه. لعلك تعرف أستاذ فيصل بأن الطيار الذي أصيبت طائراته وسقطت عاد اليوم بحفظ الله ورعايته ليطير في سلاح الجو الإسرائيلي وهو الأفضل إقليميا وربما عالميا، وكان معه قائد سلاح الجو الإسرائيلي في أولى طلعاته الجوية بعد العودة. نحن نواصل طلعاتنا، نحن نواصل نشاطاتنا لنحمي سماء إسرائيل من كل التهديدات، بينما هناك من دعا الإيرانيون ليحتلوا قاعدة في فور
الجوية السورية تم احتلالها من قبل الإيرانيين وفيلق القدس ليستخدمونها ليس ضد داعش، ليس ضد المعارضة كما يقولون ويدعون ويزعمون، بل إيران حاولت أن تواجه إسرائيل لأول مرة بشكل مباشر. وفي نهاية المطاف أنا لا أعرف أي جهة إقليمية أو عربية تستطيع إسقاط الطائرة الأكثر تقدما لدى الإيرانيين بهذه السرعة، بهذه الطريقة، بالمكان وزمان الذي اخترناه نحن. ومن ثم التحول إلى حالة الهجوم والاستهداف بالشكل الدقيق. عربة التحكم الإيرانية في عمق 250 كيلومترا على الأراضي الإسرائيلية. وصلت الفكرة سيد أبي خاي. لعلك رأيت الصورة لهذا الشخص، هذا العنصر من مطار تيفور الذي يهرب من هذه من عربة التحكم. أنا لا أعرف إن كان إيرانيا، من الجيش الإيراني، من فيلق القدس الإيراني، أنا متأكد أنه إيرانيا. هو مطار تيفور السوري. بعد ذلك، بعد سقوط الطائرة وإخلائها من قبل الطيارين، الحمد لله أحد منهم خرج يوم أمس من المستشفى، والثاني عاد اليوم بحفظ الله ورعايته إلا سلاح الجو الإسرائيلي ليكون طيارا مثل ما كان سابقا. وبعد ذلك، بعد سقوط الطائرة، تحول جيش الدفاع وسلاح الجو الإسرائيلي لحالة الرد، لأن النظام السوري تحول إلى لاعب رئيسي. نحن استهدفنا المصلحة الإيرانية داخل سوريا، نحن استهدفنا قوة قدس، نحن استهدفنا التموضع الإيراني داخل سوريا. وسوريا تحولت إلى لاعبة عندما أطلقت مضاداتها الأرضية باتجاه طائراتنا، ولذلك خرجنا لأوسع رد فعل ضد الدفاعات السورية، المضادات الأرضية السورية. من هل تركن فوق سوريا؟ ما أردنا أن ندمرها. سيد أدرعي، دائما العرب يتحدثون ويقرؤون ويكتبون من أحلامهم ربما، ولكن إسرائيل قالت منذ البداية، أنا بصوتي قلت بينما في التلفزيون السوري، لو تفضلت أنت عرضت التغريدة على صفحتها في تويتر، قلت أن من ظهر على شاشة التلفزيون السوري ليهني سوريين بين قوسين بهذا الإنجاز العظيم لسوريين، هذا الإنجاز التاريخي، كان رئيس الأركان الإيراني، لم يكن أحد من سوريا. لأن ربما كل هذه الاحتفالات التي شهدناها في دمشق كان إما مدفوعة سلفا، أم تكون لأشخاص لا يعرفون ما يحمل لهم الغد. إن الغد السوري لربما أصبح إيرانيا بامتياز. طيب. وعليهم أن يفكروا كيف تتحول الهوية السورية إلى هوية الإيرانية. ولكن بغض النظر عن ذلك، أنا أقول ماشي. إننا قلنا منذ البداية. طيب. ماشي وصلت الفكرة. خلينا نقولها. ردنا خلينا نقولها. أوسع. خلينا نريد التصعيد، ولكن من يلعب بالنار تحترق أصابع. أولا ممتاز، لأنه ربما أكثر أو إثبات التفوق الجوي والعسكري والاستخباراتي الإسرائيلية فوق أي اعتبار آخر. وخير دليل على ذلك هو إلقاء سيد الضاحية الجنوبية لخطاباته في مهرجاناته في لجمهوره من داخل السرداب لمدة 11 عاما، لأن قاداته في فيلق القدس قالوا له ووجهوا له أن يلقي هذه الكلمات لجمهوره من السرداب لمدة 11 عاما. هل هذا ليس تفوق جوي إسرائيلي وتفوق استخبارات إسرائيلي وتفوق عمليات إسرائيلي؟ لماذا يعني في خطابه الأخير الذي ألقاه وأنت اقتبست منه بذكرى ما يسميه تسميه هذه المنظمة الإرهابية ذكرى شهداء القادة بين قوسين، تجاهل هذا الرجل ذكر قائده ورئيس أركانه مصطفى بدر الدين الذي قتله هو والإيرانيون في مطار دمشق الدولي لحظاته بعد خروجه من اجتماع جمعه معهم؟ لماذا ذكروا مغنية وعباس موسوي وكل هذول القادة الإرهابيين ولم يذكروا رئيس أركانه مصطفى بدر الدين الذي قتله بنفسهم بأوامر إيرانية؟ لأن إيران تحتل اليوم بيروت، وتحتل اليوم واللبنانيون ذهبون بعد عدة أشهر إلى انتخابات، وأنا متأكد أن اللبنانيين لن يختاروا فيلق القدس ولم يختاروا الإيرانيين، ولكن أنا متأكد أنه سيكون هناك من يأتي بالإيرانيين إلى لبنان غرم وغصبا عنهم. طيب ماشي. لأن إيران
تريد بسط نفوذها وتريد السيطرة والهيمنة وبسط نفوذها وخلق الهلال الشيعي والهيمنة الشيعية من إيران، وهي تريد أن يدفع الشعوب العربية ثمن جرائمها واعتداءاتها. طيب لا تريد أن يدفع شعبها سيد الثمن بل تريد أن تقاتل حتى قطرة الدم العربية. إيران تحتل عواصم عربية، أربع عواصم عربية تحتلها إيران، أكبر قوة احتلال في العالم، وهذه عواصم عربية، والآن تتحول أو تحاول أيضا بس نفوذها في قطاع غزة ليستيقظ إن شاء الله شعب في قطاع غزة ويبعد الشر الإيراني، لأنه في كل مكان هناك الشر وهناك الفساد في الشرق الأوسط، فنجد الإيرانيون وقوة قدس. أنا متأكد أن حسن روحاني كرئيس الإيراني لا يعرف، هو عنده مقولة في يوم السبت إنه لا يجوز للدولة أن تقصف دولة أخرى، هذا ما قاله الرئيس الإيراني. أنا متأكد إنه لا يفهم ما قوة قدس تفعل له وكيف تستثمر هذه القوة الشريرة الإيرانية عشرات المليارات من الدولارات من أجل بسط نفوذها وخلق الهلال الشيعي والهيمنة الشيعية في منطقة الشرق الأوسط. البعض يقول بصراحة البعض يقول أن هذا الهلال الشيعي سيد أفخاي، البعض يقول سيد أفخاي، بس مش أنا مصر على كلامي ومسؤول عن كان أن ما أقول. أنا لست مع أن يقول حسن نصر الله أو غيره حزب الله قتل رئيس أركانه، لست أن يقول نصر الإلهية، لكن لاحظ لا تقاطعني يا أبي، أنا بدون مقاطعة سيد أفخاي يهدد مستقبل لبنان. كمل سيد صلاح كمل. فأنا عم هددك، أنت عم تلعب على وتر طائفي قدر كما 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 كيانك، لا تخليني أغلط معك. تفضل. أنت مواليد 82 وشوي كنت عم تقول يا أخي خاي، وأنت العراقي، أنت العربي العراقي، لكن كمل بدون مقاطعة يا جماعة. سألت لدينك، لم تسألني قوميتك. أرجوك طيب. أرجوك انت وليد 82 مش موضوع يا جماعه يا جماعه سيد صلاح من بدون مقاطعه سيد افخاي جنوب اللبناني سيد افخاي صديقي انا لست مخولا ان اتحدث عن الجيش العربي السوري، لكني اقول اتحدى افخاي وجيش الدفاع الاسرائيلي ان يعود لمثلها ويدخل اسراب طائرات الى الاجواء السوريه. جميل جدا. المضحك المبكي ان في كل حادثه فنسمع دائما نفس المقولات ونفس الكلام، ويعتقدون ان احد يصدقهم. اليوم ليست اسرائيل وحدها ما تقول الحقيقه، بل العالم العربي، وانت استاذ فيصل تستطيع ان تظهر للمشاهدين ما يقوله العالم العربي على مواقع التواصل الاجتماعي من دعم لإسرائيل ومن رفض واستنكارا وعدم المبالاة بما يقوله السوريون والإيرانيون، لأن العالم العربي متى يعرف بأن إيران تبسط نفوذها وتحول أن تحتل مزيد من العواصم العربية، وللأسف هناك دولا احتلت من قبل إيران، وكل العالم العربي في إطار تحالف يحارب داعش، بينما إيران تحارب العالم العربي. وأتحدى هذا الأستاذ من إسبانيا وأسأله، كم من السوريين، كم من العرب، كم من السنة قتلوا انطلاقا من مطار تيفور التي احتلته إيران؟ جميل جدا، وصلت الفكرة. أشكر جزيل الشكر بالبراميل المتفجرة. أشكر جزيل الشكر سيد أفخاي، وصلت الفكرة. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا إلا نشكر ضيفينا من تل أبيب السيد أفخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ومن مدريد السيد صلاح قراطة الضابط السوري. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين وفيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء.